السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام سنتوقف مع محطات منوعة من الأخبار والأحداث والنتائج الخاصة بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ستكون لدينا متابعة رئيسية لأحداث محلية مهمة، منها تسمية الهولندي أدفوغات لتدريب منتخب أسود الرافدين في مشواره المقبل ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والنهائية. هذا المحور وقضايا أخرى سنطرحها ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مع فقرات حلقتنا لهذا اليوم والتي نستهلها مع الانتصار القطري العربي المشرف بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إذ حقق الرباع القطري فارس إبراهيم الميدالية الذهبية في وزن 96 كيلوغرام ضمن مسابقة رفع الأثقال للرجال. هذا الإنجاز التاريخي للرباع القطري البالغ من العمر 23 عاماً جاء بعد رفعه ما مجموع 402 كيلوغرام في فعاليتي الخطف والنتر، وتعتبر أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركة قطر في الألعاب الأولمبية. في الوقت نفسه هو رقم أولمبي جديد. وحصل الفنزويلي سانشيز على الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية لجورجي إنتون. مبارك للرباع فارس إبراهيم ولدولة قطر وللعرب هذا الإنجاز الأولمبي الرائع والمهم الذي تعزز مرة أخرى عن طريق البطل القطري معتز برشم عندما حقق إنجازا تاريخيا بمنحه بلاده الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن ألعاب القوى. وسبق لبرشم الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016، وفي إطار المسابقة نفسها ذهبت الميدالية الذهبية أيضا إلى الإيطالي جان ماركو تامبيري، والذي تعادل مع معتز برشم في كل شيء حتى في عدد مرات الأخطاء، فيما حصد البيلاروسي ماكسيم نيداسيكو الميدالية البرونزية. وضمن منافسات الألعاب الأولمبية أيضا وعقب تغلبه على المصنف الأول عالميا الصربي جوجوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في الدور نصف النهائي، تمكن الألماني ألكسندر زفاريف من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات فرد التنس. وجاء إنجاز زفاريف عقب فوزه على الروسي كارين خاشانوف في المباراة النهائية بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 6-1. وبالعودة إلى جوجوفيتش، فعلى الرغم من أنه يمتلك في رصيده 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى الجراند سلام وكان آخرها في ويمبلدون، إلا أنه فشل تماما في الحصول على أي ميدالية في مشاركته الحالية في طوكيو، بعدما خرج خالي الوفاض بخسارته البرونزية أمام الإسباني أبلو كارينو بوستا، وانسحابه من مباراة الزوج المختلط لتحديد المركز الثالث بداعي الإصابة. يذكر أن جوجوفيتش لم يحصل في مشاركاته السابقة في الألعاب الأولمبية سوى ميدالية برونزية وحيدة نالها في أولمبياد بكين 2008. نتواصل مع منافسات الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 والتي سنتابع أخبارها ونتائجها بين الحين والآخر من خلال فقرة دقيقة ونصف. خليكم ويانا. في أم الألعاب ضمن أولمبياد طوكيو، فاز الإيطالي جاكوبس بسباق 100 متر ليخلف الأسطورة الجامايكية بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الأخيرة،
وعنها جاكوبس السباق بزمن 9:80 من الثانية، يليه الأمريكي فريد كيرلي الذي حصد الفضية، ثم الكندي دوغراس الفائز بالبرونزية. ولاتفيا تتوج بذهبية كرة السلة 3-3 بفوزها في النهائي على فريق اللجنة الأولمبية الروسية ب21 نقطة مقابل 18، وتمكن الثلاثي اللاتفي من الانتصار في اللحظات الأخيرة بفارق 3 نقاط مانحا بلاده الذهبية الأولى في الأولمبياد. وضمن رياضة القوس والسهم، أحرز الرامي التركي ميتي غازوز ذهبية منافسات الفرد للرجال بعد تغلبه على الإيطالي نسبولي ب6-4، فيما ذهبت البرونزية للياباني فوروكاوا. وعند المبارزة أحرز لاعبو فرنسا ذهبية سلاح الشيش للفرق بعد تغلبهم في المباراة النهائية على لاعبي اللجنة الأولمبية الروسية ب45-28، فيما ذهبت البرونزية لفريق الولايات المتحدة. وفي كرة الطائرة الشاطئية للرجال، الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان يواصلان التألق بتجاوز ثمن النهائي على حساب الأمريكيين فيليب ونيكولاس بشوطين مقابل شوط واحد. وريمونتادا تهدي ملتيادس ذهبية الوثب الطويل بعد عودة مثيرة للبطل اليوناني، تمكن على إثرها من حصد الذهب في المحاولة السادسة ل8 أمتار و41 سنتيمترا، ليتخطى جميع المنافسين في الترتيب العام. والآن مع محور حلقتنا المكرس عن منتخبنا ومشواره المقبل، وسنكون تحديدا مع تسمية الهولندي ديك أدفوغات مؤخرا لتدريب منتخب سودا رافدين خلفا لستريشكو كاتانيتش، بعدما تعاقدت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم معه بشكل رسمي بعد مفاوضات جرت في العاصمة الإسبانية مدريد بين المدرب ورئيس الهيئة المؤقتة إياد بنيان، وبحضور وإشراف وزير الشباب والرياضة السيد عدنان درجال. وسيباشر أدفوغات عمله خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بالجانب المالي لهذا التعاقد وفترته الزمنية. وقال رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان إن الاختيار وقع على أدفوغات بناء على سجله التدريبي الحافل بالخبرات سواء مع المنتخبات أو الأندية، وجاء اختياره بعد دراسة عدد من السي في الخاص بالمدربين فضلا عن مفاوضات مع عدد آخر. وأخيرا وقع الاختيار على المدرب الهولندي، وأضاف أن المدرب الجديد يعرف أهدافنا ومهامنا التي ستبدأ بالتصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر ومشاركة المنتخب في كأس العرب وكأس الخليج، وسيبدأ العمل بإعداد المنتخب خلال الأيام القريبة تحضيرا للتصفيات المونديالية. نبقى مع تسمية الهولندي أدفوغات لتدريب منتخبنا الأول، ففي السياق نفسه أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تسمية الجهاز التدريبي المساعد للمدرب الهولندي، حيث سيضم كل من الهولندي أدفوغات مديرا فنيا، وزيليكو بيتروفيتش مدربا مساعدا، وبوت مدربا مساعدا أيضا، وفلاديمير كورونيتش مدربا للياقة البدنية. كما سيضم الجهاز التدريبي أيضا رحيم حميد مدربا مساعدا، وأحمد جاسم مدربا لحراس المرمى، وعلي النعيمي محللا فنيا. من جهته أكد مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم الهولندي أدفوغات لصحيفة إي دي سبورت أنه لم يوقع مع التطبيعية من أجل المال، وأضاف أن تدريب العراق مغامرة رائعة، الهدف هو التأهل لكأس العالم في قطر 2022 مع العراق. وأوضح أن مهمتي الجديدة تحد رائع، وعلينا العمل لتحقيق حلم التأهل للمونديال، أنا سعيد بهذا التحدي. أه
هذه وقفة مع انطباعات مختلفة من ذوي الشأن والاختصاص والمتابعين والمهتمين حول الجهاز الفني الجديد لقيادة المنتخب. نتابع ولنا عودة. المدرب الهولندي أدوكارت مدرب يملك سيرة ذاتية جيدة جدا. إن شاء الله تعاقده مع المنتخب الوطني العراقي سيكون فد إضافة إيجابية، لأنه نحن مقبلين على تصفيات حاسمة مهمة. بإمكانه أن يسهم هذا المدرب العالمي بنقل الكرة العراقية لمستوى أفضل. مثل ما نعرف إحنا لأول مرة نتعاقد مع المدرسة الهولندية، هذه المدرسة المهمة بالكرة العالمية. نحتاج بأنه كل الجهود تتضافر مع هذا المدرب، لأن الوقت المقبل وقت قصير جدا. نأمل بأنه يكون هذا المدرب مدرب جيد يلبي طموحات لاعبينا، يلبي طموحات الجمهور، ونكون بوضع فني وبمستوى أفضل. اليوم نسمى مدرب أدفقات مدرب للمنتخب الوطني العراقي، والآن توقف يعني توقف كل شيء، وإنما حتى الكلام اللي كان من بعض الأخوة الإعلاميين والأخوة أصحاب الشأن وهو حرص على المنتخب وعلى البلد. مثل ما نعرف إن الوقت ما ظل، إنه راح نتأمل خير يعني خلال هذه الفترة القادمة، وإن كانت الأمور إيجابية والحمد لله والشكر، هذا ما يتمناه الشارع العراقي والأخوان الإعلاميين والأخوان أصحاب الشأن. ويا رب إن شاء الله نكون من ضمن الفرق اللي صاعدة لكأس العالم. وإذا كانت الأمور سلبية فعلى التطبيعية وعلى الأخوة اللي هم اللي صراحة وصلونا لهذا الأمر، فعليهم أن يتحملون المسؤولية أمام الشعب العراقي وأمام الشارع العراقي وأمام جميع الرياضيين. بالنسبة إلى موضوع مدرب المنتخب العراقي السيد أدوغارت، تسمية كانت ممتازة جداً. هذا المدرب له سمعة كبيرة مع المنتخبات ومع الأندية، سبقا حصل إنجازات مع هذه المنتخبات والأندية، سمعته كبيرة، وهذه التسمية جت في وقتها، لأنه إحنا مثل ما تعرف أنه بعد شهر شوية يعني أول مباراة عندنا من التصفيات الحاسمة، رغم أنه يعني التصفيات اللي راح تصير يعني مو على أرضنا، يعني اللي مباراتنا يعني راح تكون مفروضة بأرضنا راح تصير على قطر. استدعاء يجب أن يكون استدعاء للاعبين كثيرين من خارج العراق اللي هم مغتربين ومحترفين في أوروبا وفي في الوطن العربي. نحتاج إلى هذه الأسماء الكبيرة حتى نقدر ندعم بها المنتخب. المرحلة حاسمة وصعبة جدا على المنتخب العراقي، فيجب أن يكون هناك توليفة كبيرة، ويجب أن نساعد هذه المدرب يعني وكادر المساعد أيضا. يجب أن نساعد إحنا يعني كرياضيين وكمدربين وكإعلاميين وكمعنيين، نمد له يد العون حتى نقدر إحنا نجتاز هذه المرحلة. مشاهدينا، بعد انتهاء التصفيات الثانية والتأهل بصعوبة إلى المرحلة الحاسمة والأخيرة، ازداد الهمس والكلام هنا وهناك، وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة كاتانيتش والبحث عن مدرب بديل، ليبقى واقع حال قيادة منتخبنا وما آل إليه المستوى الفني العام في مباريات التصفيات الأخيرة الشغل الشاغل للشارع الرياضي، لنشهد مؤخرا تلبية فعالة للمطالبات بإعلان تسمية مدرب دولي جديد لتدريب منتخب سود الرافدين. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. نتابع. تداعية رحلة منتخبنا بالتصفية الأسيوية أظهرته بوجهين مختلفين تماما، فبعد أن قدم وتربع على عرش الصدارة لفترة طويلة، تراجع بشكل خطير في مبارياته الثلاثة الأخيرة التي خاضها بالتصفية الثانية، ليجد نفسه بعيدا كل البعد عن المستوى الطبيعي. ففي مباراتنا أمام كمبوديا حقق منتخبنا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، لكن السمة البارزة لأداء لاعبينا لم تكن مرضية، لا سيما بطء الحركة وتبادل الكرات بصورة مبالغة بها في المناطق الآمنة. وعند مواجهة منتخب هونغ كونغ ظهر بشهية مسدودة تماما وصيام مطلق عن التهديف، لولا أن منحنا مدافع منتخب هونغ كونغ هدف المباراة الوحيد ليجعلنا نخطف نقاط المباراة بأعجوبة، لننتقل بعدها إلى المأساة التي أفصحت عن مستوى منتخبنا المتواضع وبؤس إعداده وتكتيكه الخططي
عندما عجز عن مجاراة منتخب إيران بطريقة لعب دفاعية بحتة ونهج أسلوب عقيم في اللعب لتأتي النتائج غير ملبية للطموح. منتخب لم يكن بالصورة الصحيحة، أدينا مباراة سيئة أمام إيران، لكن أتأمل أنه كنا نتأمل إن شاء الله أن المرحلة القادمة والحاسمة للفريق الخير يكون أفضل بعون الله، لأنه هي مهمة جدا كبيرة إن شاء الله تكون هي طريقنا إلى التأهل إلى كأس العالم. وبعد انتهاء التصفيات الثانية والتأهل بصعوبة إلى المرحلة الحاسمة والأخيرة، ازداد الهمس والكلام هنا وهناك، وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة كاتانيتش والبحث عن مدرب بديل. وفي الجهة الأخرى كان البعض يتساءل هل أن الوقت ملائم للتغيير في هذه المرحلة، والجواب كان من أهل الشأن والاختصاص والمتابعين بأن المعاناة هي نفسها سترافقنا في كلا الحالتين إذا ما بقينا على نفس المدرب ونفس النهج ونفس بعض اللاعبين. المهمة صعبة لكن ليست مستحيلة، أكيد ليست مستحيلة متى ما بدأ العمل بصورة صحيحة. أصور أنه نطر السطر كاتانيتش خارج المنتخب، لأن بصراحة اكتشفنا أنه كاتانيتش لا يمكن أن نمضي معه بعيدا ولا يمكن أن نقدم مستويات أعلى مما قدمناه، لأنه مدرب هذه إمكانياته وهذه قدراته وليس له قدرة على تطوير الأداء الفردي أو الجماعي. واليوم ونحن لازلنا في منتصف الطريق المؤدي إلى الدوحة وإلى الاستحقاقات الأخرى الرديفة، يعتلي المشهد الرياضي إعلان تسمية الدولي الهولندي ديك أدفوكات لتدريب منتخب أسود الرافدين خلفا لكاتينيتش، بعد أن تعاقدت الهيئة المؤقتة معه في العاصمة الإسبانية مدريد. وجراء هذا الأمر بالتأكيد سنشهد فصولا متباينة ما بين ربيع معتدل وشتاء مطر بالسهام الرافضة التي شهدناها بالأمس القريب والتي جعلتنا لا نتفق على رأي ثابت، لكن بالتأكيد سنتفق بأن الفسحة الزمنية المتبقية لنا لا تسمح إلا بتوحيد الكلمة وبذل الجهد لتصحيح مسار المنتخب وتطويره ورفع مستواه الفني للوصول به إلى التحضير الأمثل الذي يمكننا من تهيئة فريق قادر على مواجهة فرق التصفيات النهائية الصعبة، مع متابعة وتقييم دقيقين لآلية ومنهجية الفكر التدريبي الجديد. مشاهدينا، بالعودة إلى التداعيات الأخيرة التي أعقبت التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي طالب إزاءها الشارع الرياضي والوسط الرياضي والإعلام بتصحيح مسار المنظومة الكروية بأكملها، بالتالي ظهرت على الساحة عدة تساؤلات، ومنها أصبح من الضروري إجراء تغييرات شاملة في الجهازين الفني والإداري للمنتخب، وكذلك هنالك من طالب بتسريح بعض اللاعبين بعدما انخفض عطاؤهم ومستواهم، والبعض الآخر تساءل إلى متى تستمر مقاطعة اللاعبين المغتربين. المهم، هذه التساؤلات وأخرى يعني كلها كانت متعلقة بمنتخبنا وبمشواره المهم بالتصفيات. اليوم بتواجد مدرب بقيمة وتاريخ الهولندي أدفوكات، نأمل ونطمح أن نجد على أرض الواقع حلولا منطقية لكل هذه التساؤلات، سيما وأن المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع إلى تركيز عالي ودقيق، خصوصا وأن الفسحة الزمنية المتبقية هي قصيرة وحساسة جدا، وبالتأكيد سنتعاون جميعا وسنجعل جل اهتمامنا ينصب على مشوار المنتخب واستحقاقاته المقبلة، لنكون له عونا وسندا ودعما معنويا للوصول به إلى التحضير الأمثل لمواجهة فرق التصفيات النهائية. طبعا في هذه الظروف يجب دعم منتخبنا الوطني، وخصوصا بعد التعاقد مع المدرب الهولندي الشهير أدفوكات. مرحلة مهمة جدا، نعم كان هناك تأخير في مسألة التعاقد مع المدرب، وأيضا بالنسبة لإعداد المنتخب خصوصا أنه المتبقي هو ليس كثير. نتمنى أن ينجح المنتخب الوطني وأن يحقق أحلام جماهيرنا الكبيرة للتواجد للمرة الثانية في بطولة كأس العالم بإذن الله. أتمنى أن المدرب
المدرب الجديد الاستعانة، يعني إذا أردنا حطف أحد البطاقات المهنة يجب أن نستعين بخدمات 23 لاعب مختلف خارج العراق، يعني هؤلاء يشطون في دوريات متقدمة، يجب الاستفادة من خبراتهم. أتمنى يعني ترك الخلافات جانبا، دعم المنتخب الوطني خلال الأيام المقبلة من أجل أن عسى ولا عقطب أحد البطاقات المهنة إلى المونديال. والآن مشاهدينا الكرام إليكم أخبار منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، فهو الآخر يستعد للاستحقاقات المقبلة. بهذا الخصوص سمت مؤخرا الهيئة التطبيعية الجهاز التدريبي للأولمبي بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب، ويساعده كل من عباس عبيد وسعد حافظ مدربين مساعدين، بالإضافة إلى تسمية إبراهيم سالم مدربا مساعدا لمدرب حراس المرمى. واستعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في أوزبكستان في العام المقبل، يواصل منتخبنا الأولمبي تحضيراته اليومية الصباحية والمسائية على ملعب كربلاء الدولي ضمن إطار التجمع الأول للمنتخب الأولمبي منذ فترة ليست بالقصيرة. شيء طمئن انه كلاعبين على مستوى ممتاز، ابدى رضا المدرب عن هؤلاء اللاعبين. الفتره القادمه راح يكون معسكر تدريب ان شاء الله خارج العراق، تعرف اكو بطوله يوم بشهر العاشر، وان شاء الله انه احنا تعرف من يوم الى يوم اخر تتضح الرؤيه للمنتخب. اما تجربتي كمدرب مساعد لحراس المرمى، سعيد انه اني اتواجد في خدمه بلدي اليوم. التجربة صح الأولى، البعض يقول لك إبراهيم سالم وكذا، لا، اليوم أنت لاحظت أنه انسجام عالي بيني وبين المدرب. علينا أن نستفيد من الخبرات الأجنبية والأوروبية اللي سابقيننا، ويجب أن نكون واضحين، ما عنده دراية كاملة بحراس المرمى. قد يكون حراس المنتخب الوطني معروفين، لكن المنتخب الأولمبي يحتاج إلى دراية. أنطيته تقرير مفصل إلى وللمدرب سكوب، والحمد لله والشكر انه عملنا مثل ما تلاحظك وعمل انسجام، والهدف الاكبر انه اظهار حراس مرمى المنتخب الوطني للمستقبل ان شاء الله. في السياق نفسه قال المدير الاداري للمنتخب الاولمبي جليل صالح ان اجواء المعسكر ايجابيه، والمدرب لديه منهاج خاص في ايام المعسكر لرؤيه اللاعبين عن قرب من خلال المحاضرات التي يجريها للاعبين وشرح الجوانب الخططيه والفنيه وكذلك تطبيق الواجبات في الملعب. واضاف صالح أن منتخبنا الأولمبي يواصل تدريباته اليومية الصباحية والمسائية في معسكر كربلاء في القائمة الأولية للمنتخب التي تضم 50 لاعبا قسمت على مجموعتين بواقع 5 أيام لكل مجموعة. أعتقد معسكر مثالي، أشعر هنالك رغبة كبيرة للاعبين لإثبات الوجود وإثبات الذات من خلال تفاعلهم، من خلال تطبيقهم الواجبات الخططية والفنية اللي المدرب ركز عليها. المدرب أجنبي لازم يطلع على اللاعبين ويشوف الأفضل من عندهم، وإن شاء الله التوفيق للجميع. اختبارات صارت على مجموعتين، كل لاعب يريد يثبت وجوده وكل لاعب يريد ينطي كل ما عنده على مود يبقى بالمنتخب. المنتخب شرف. مشاهدينا، الحديث عن منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ومستقبله واستحقاقاته يعد أمرا مهما وضروريا لعدة أسباب، منها أن لاعبي الأولمبي سيكونون أمل المنتخب الوطني الأول في السنوات المقبلة. أما بخصوص الحديث عن منتخب أسود الرافدين، فنقول أن المرحلة المقبلة هي مسؤولية كبيرة وحساسة تقع على عاتق الجميع، فيجب أن نكون نحن والشارع الرياضي والمعنيين والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بمستوى هذا الحدث الكبير. خليكم على الموعد، هذه تحياتي أنا بلال بدع، مع السلامة.